ده شرح وقال للناس انه الافكار اتطورت لغايه ما وصلنا للملتقى للحوار مع الشباب. نقول ده للناس. في الحقيقه فخامه السيد الرئيس في الجلسه الافتتاحيه النهارده صباح اليوم اتكلم عن ان كان في مشكله في كيفيه التواصل مع الشباب. بيدور على فكره للتواصل. يعني حتى في يعني سيادته اتكلم النهارده هل يعمل لقاء تلفزيوني كل اسبوع؟ هل يتواصل مع الاعلام؟ هل يعني مش كفايه لحد ما جت الفكره بان اعمل مؤتمر واتكلم فيه مع الشباب، نسمعهم ونسمع افكارهم. فكره جت من شاب. ايوه. تمام؟ وجات الفكره وقتها واتنفذت في اكتوبر 2016 مؤتمر الوطن الاول للشباب في شرم الشيخ. ثم تلا ذلك مؤتمر اللقاءات الدوريه في القاهره وفي الاسماعيليه وفي اسكندريه وفي اسوان. الى ان جاءت الفكره في مؤتمر شباب الاسماعيليه. وبرده كانت فكره من شباب وقالوا ان الحاله دي بقت فكره قابلة للتعميم زي ما فخامه السيد الرئيس اتكلم برده. ومن هنا جت فكره منتدى شباب العالم الاول كان في شرم الشيخ نوفمبر 2017. صحيح. انطلقنا بعالميه المنتدى واصبحت الفكره قابله للتعميم. نجح منتدى شباب العالم في نسخته الاولى، نجح اكثر في نسخته الثانيه في نوفمبر 2018. ملتقى الشباب العربي والافريقي اللي بيعقد الان في اسوان هو احد توصيات منتدى شباب العالم. اعتقد ان تبادل الرؤى والافكار وتنوع الثقافات وتوحدها على ارض مصر شيء مهم. تواصل الشباب مع مصر مع شباب العالم مع شباب افريقيا مع شباب العرب ده مهم جدا، تكامل وتبادل الخبرات والافكار والثقافات. نتكلم عن المخاطر والتحديات اللي بتواجهنا كقارة. وازاي احنا نحط الحلول والبدائل. ممكن الحل يكون عنده لمشكلة عندي والحل يكون عندي لمشكلة عنده. صحيح. ونتبادل الافكار والاطروحات مع قيادة بتواصل مع الشباب وبتهتم بالشباب، تضع الشباب على اولوية الفئات اللي بتحظى برعايتها. صحيح. احنا بنتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس على التواصل الدائم مع الشباب والحرص على الاستماع ليهم ومناقشتهم بصدر رحب. ومش بس الاستماع، حرصوا على تنفيذ التوصيات الصادره من الشباب اللي بتيجي من الشباب.